ماما كويسة؟ ايه ده؟ هو انت كنت عارفة؟ عالية كويسة يا سهير، ما تخافيش. ما خافش؟ انت تهربي بنتي من بيت امها؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا ههربها من البيت، ما هي قالت لك على المسابقة. مسابقة ايه وزفت ايه؟ ما انا قلت لا. ما هو مش كل حاجة لا لا، البنت طقت. وانت مالك؟ يعني انا مالي؟ ما انا خالتها وخايفة على مصلحتها. انا امها، انت بتقوي بنتي عليا. لا يا سهير، انا ما قويتش بنتك عليكي، انا قلت لها رأيي. رأيك؟ ده على اساس ايه بقى؟ على اساس انك انت خبيره في تربيه العيال؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش الكلمتين دول عشان مقدره انت قد ايه مخطوطه. انت لا مقدره ولا فاهمه ولا عارفه. انت مش فاهمه يعني ايه ام تصحى من النوم ما تلاقيش بنتها في سريرها. ما انا عشان كده جيت لك عشان اطمنك. لا انت جيتي علشان انت مكسوفه من اللي انت عملتيه. هتكسف من ايه؟ بنتك سابت البيت علشان عمايلك انت، طهقت منك. أنا مش شماعة تعلقي عليها أخطائك. عندك حق. تصدقي إن أنا غلطانة إن أنا قربتها منك وخليتها صاحبتك؟ هقول لك حاجة، إيه رأيك بقى تحطيها في محمية وما تخليش أي حد يقرب منها؟ عارفة لو أنا أضمن إنها ما تخبش خيبتك هعمل كده. يا شيخة الحمد لله أنا رخبت وما اتجوزتش وخلفت وجبت عيال أكرههم في عشتهم.